أخذنا في الدرس الماضي ولله الحمد والمنة يا أخوان أترك الكتب. أخذنا في الدرس الماضي أصحاب الفروض، وقلنا أصحاب النصف خمسة: الزوج، عدم الفرع الوارث، ابن بنت ابن ابن بنت ابن، وإن نزل وجد فرع وارث ربع، ثم البنت عدم المعصب عدم المماثل، بنت الابن عدم المعصب عدم المماثل، عدم الابن عدم البنت، من تقدم؟ أخت شقيقة عدم معصب عدم مماثل عدم الفرع الوارث عدم الأصل الوارث من الذكور فقط، أبجد الأخت لأب عدم المعصب عدم المماثل عدم الفرع الوارث عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فأكثر. أصحاب الربع غرفة الزوجية: الزوج وجود والزوجة فأكثر، عدم الفرع الوارث. الثمن غرفة الأرامل: وجود فرع وارث. الثلثين هم أصحاب النصف عدا الزوج، يتغير شرط واحد، الشروط هي نفس شروط النصف، يتغير شرط واحد: عدم مماثل وجود مماثل، بنات وبنات الابن، أخوات شقيقات، أخوات لأب. أصحاب الثلث الأم: عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة ألا تكون المسألة إحدى الغراوين أو العمريتين، الجمع من الإخوة لأم، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور أن يكونوا جمعا، أن يقسم عليهم الثلث بالسوية الذكر كالأنثى. أصحاب السدس سبعة: الأب، الأم، الجد، الجدة، بنت الإبن فأكثر، أخت لأب فأكثر، ولد الأم. ولد الأم نفس الشروط: أخ وأخت لأم، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور أن ينفرد، ذكر أو أنثى، جمع ثلث، منفرد سدس. الأم عدم الجدة، عدم الأم، الأم تأخذ السدس عند وجود جمع من الإخوة أو وجود فرع، اختل شرط من الشرطين في شروط الثلث تنتقل إلى السدس الأم. الأب عند وجود فرع وارث ذكر، وجود فرع وارث أنثى السدس والباقي. الجد يرث السدس عند عدم الأب، وهو كالأب إلا في ثلاث مسائل، وإحنا اختصرناها إلى مسألتين: الغراوين والعمريتين. وفي الأم لابد لا ننسى ألا تكون المسألة إحدى الغراوين أو العمريتين. يبقى معنا بنت الإبن فأكثر، وجود بنت واحدة لها النصف وعدم المعصب، أخت لأب فأكثر تأخذ السدس، وجود أخت شقيقة واحدة لها النصف وعدم المعصب. انتهى أصحاب الفروض ولله الحمد والمنة. طيب، إلى هنا هو قال لا إشكال ولا غموض ولله الحمد، هذا الفرض. يبقى معنا التعصيب ونتوقف، نقرأ الآن التعصيب ونتوقف عند التعصيب، مفهوم؟ التعصيب ما هو؟ نعم، قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الإمام الرحمن رحمه الله تعالى: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب. وحق أن نشرع في التعصيب، قال حق لنا الآن نشرع في التعصيب، نتكلم في التعصيب. لماذا؟ لأنه بدأ بالفرض وانتهى من الفرض، قال الآن نذكر لك التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب بكل أمر موجز مصيب. نعم. فكل من أحرز كل المال. من هو العاصب؟ العاصب هو الذي يأخذ كل المال. إذا انفرض ترك ابن، إذا الابن يأخذ كل المال، أب فقط يأخذ كل المال، مفهوم؟ هذا إذا انفرد. وإذا كان مع هذا العاصب أصحاب الفروض، نعطي صاحب الفرض ثم الباقي تعصيبا. زوج وابن، الزوج هنا وجد فرع وارث يأخذ الربع والباقي للابن، مسألة من أربع لأن فيها ربع، من أربع واحد والباقي ثلاثة، مفهوم؟ زوج ومعتق، عدم الفرع الوارث، الزوج يأخذ النصف، المعتق الباقي، مفهوم؟ نعم. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، نعم، أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة. نعم، سموا عصبة يقال من العصابة التي توضع على الرأس أو من عصابة اللصوص،
والعصبة ذكور، يعني تعدى شخص على الشيخ حمود رجل، من يأتي يدافع عن الشيخ حمود؟ البنت، الأخت الشقيقة، أخت الأب، العمة؟ لا، يأتي الذكور، ونحن عصبة رجال، مفهوم؟ أي نعم. ولهذا سموا أهل التعصيب، مفهوم؟ نعم. أحسن الله إليكم. أو كان ما يفضل بعد الفضلة فهو أخ العصوبة مفضلة، كالأب والجد وجد الجد، والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق للإنعام. السيد هو المعتق، نعم. وهكذا بنوهم جميعا، فكل ما أذكره سميعا. نعم. وما لي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. نعم. زوج وابن وابن ابن، الزوج فرع وارث ربع، انتهى الزوج. الباقي من يأخذه؟ ننظر القريب. من القريب؟ ابن، وابن الابن ليس له شيء، عم شقيق وعم لأب. عم الشقيق يرث والعم لأب ليس له شيء. نعم. وما لي الوعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم والأخ والعم لأم وأبي. يعني الشقيق أولى من الذي من الأب فقط، يعني لأب. نعم. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب، يعني لأب فقط. نعم. والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. نعم. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء طرقا عصبة، وليس في النساء حقا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. يقول ما يوجد عندنا مرأة عاصبة بنفسها أبد، لأنه ما يدافع عن هذا إذا تعدى عليه إنسان إلا الرجال، إلا واحدة التي منت بعتق الرقبة، صنعت ما يصنع الرجال أعتقد، مفهوم؟ إذن أصحاب الوارثين من الذكور كلهم عصبة إلا الزوج والأخ لأم، انتهينا. صار عدد كم؟ 13. النساء ما في إلا المعتقة، خرجنا كم؟ واحدة، والتسعة الغيناهم صح؟ المجموع 13 ومرأة واحد 14. هذا العصبة بنفس، عاصب بنفسه، يسمى العاصب بنفسه. كم العدد؟ جميع الوارثين من الذكور عدا الزوج والأخ لأم، ومن النساء المعتقة فقط. هذا العاصب بنفسه، انتهينا. هذا القسم الأول من التعصيب، عاصب بنفسه. الثاني عاصب بغيره، الابن يعصب البنت، ابن الابن يعصب بنت الابن، مفهوم؟ أخ شقيق يعصب أخت شقيقة، أخ لأب يعصب، نعم، أخت لأب، ابن أخ شقيق يعصب، نعم، بن أخ شقيق وارثة. إذن من اللي يقول هذا الكلام؟ جاهل اللي يقول هذا الكلام، مركب. ابن أخ لأب يعصب من؟ بنت أخ لأب غير وارثة. إذن ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، عم شقيق يعصب عم شقيقة، ابن عم شقيق يعصب بنت عم شقيق، ليست بوارثة أصلا، مفهوم؟ ابن معتق يعصب بنت معتق، ما ترث أصلا، مفهوم؟ إذن العاصب بنفسه كم؟ 14. والعاصب بغيره 4 فقط، ابن يعصب بنت، ابن ابن بنت ابن فأكثر، أخ شقيق يعصب أخت شقيقة فأكثر، أخ لأب يعصب فقط، فقط 4، ابن أخ شقيق، ابن عم شقيق، صح؟ ما يعصب أحد، هو عاصب بنفسه فقط. إذن هذا القسم الثاني من التعصيب، الأول عاصب بنفسه والثاني عاصب بغير كم؟ لا أضحك عليك أحد، 4 فقط. القسم الثالث من التعصيب عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، الأخوات مع البنات عصبات، يأتي في المسائل. إذن كم قسم؟ 3، عاصب بنفسه 14،
عاصب بغيري أربعة، عاصب مع غيري أخوات مع البنات عصبات، بنت وأخت لأب، البنت لها نصف عدم المعصب عدم ماثل، أخت الأخوات مع البنات ما تأخذ النصف لأن وجود بنت لها إيش؟ اصبر اصبر ترى نجيب عصا. أخت شقيقة ليست من أصحاب السدس صح؟ أخت لأب فأكثر مع الشقيقة، هنا لا شقيقة، هنا الشقيقة لا أخت لأب، مفهوم؟ نعم انتهى انتهى. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت في عتق الرقبة. نعم هي المعتقة. نعم انتهى. نعم الحج اصبر يا شيخ انا اسمع ايش فيك؟ انا اساله انت محامي؟ خلاص. نعم الحج والحجب. الحج يعني سليم الحجب. اي تمام.